Reportage is one of the leading developer in the UAE, and we will be happy to work together in Egypt to apply the same satisfactions that the customer have here in the UAE in Egypt, and we think that this partnership will extend into several countries in the future. So we are happy to be partner between Reportage and Mobica Company. We are happy to announce our partnership with IBS for a new contracting company called IBS Reportage to ensure the maximum quality of our product in our project Monte Napoleone. Hopefully, our vision is to expand this partnership to other countries. الحقيقة احنا الفترة ديت حابين ان بعد دخولنا مصر فكرنا ازاي ندخل مصر نحافظ على القوة بتاعتنا كريبورتاج ازاي اللي احنا وصلناه موجودين هنا في الامارات سواء كان في دبي او كان ابو ظبي او الدول اللي احنا دخلناها كلها فكرنا ازاي ندخل مصر زي ما احنا كبار موجودين في الامارات بنفس القوة فدورنا على ازاي نكون كده ففكرنا في موبيكا استاذ محمد فاروق هو الحقيقة عنده فيجن وعنده افكار استثمارية كبيرة وعنده شركة اي بي اس شركة كبيرة في المقاولات تعاقدنا معاه وعملنا شركة تانية اسمها اي بي اس ريبورتاج هي اللي هتقوم على المرحلة التانية ونبدأ نعمل بومينج للمشاريع بتاعتنا كلها في مصر بدأنا ماتش نابليون وان شاء الله يكون اضافة لريبورتاج واضافة لينا احنا كمان.